لينا المجال ديال الرصيدات وديال لا موبيليتي. لا موبيليتي هي السير فهناك دراسة عيارات خرج الوجود مع المقابل بشكل ما. فكيفاش بغينا حنا كجهة شفنا كاين هناك منطقة صناعية طونجيتيك اللي على الموقع ديالها تما في برلين. فاستغنينا واحد الفرصة اللي مهمة اللي هو السكة الحالية ديال القديمة اللي كاينة ما بين المهورة اللي كتبغي تمشي مهورة للدار ماشي تجربة. قلنا علاش حنا من واحد الدراسة إن شاء الله باش نفعلوا ديك السكة ديك نفس السكة ونعملوا بعد ليزاغي يعني محطات اللي نشوفوها هي دراسة اللي غنعملوها إن شاء الله باش نقوموا ديك الاكتظاظ أولا ديك الكونتورنومو اللي كيعملوا الطوموبيلات حتى تسمى ماشي جيم لكن السكة الحديدية اللي غيمشي المبغوغة القديمة حتى لطونجيتيك حتى نعين داليا لطونجيتيك وغيساهم كذلك حتى اليوم في المستشفى محمد السادس اللي جامعي اليوم هو قريب عنده. فغيت يعني اليوم في الدراسه كنا كنشوفوا غير مجموعه الشوفه ديال المنطقه الصناعيه ولكن اليوم الحمد لله شفنا حتى علاش ما شفتش حتى تقريبا كروزمون اللي كاين مع المدخل ديال المدينه ديال طنجه واللي بغينا هذه هي شقه تكون بحال واحد التسهيله وهو واحد التنفيسات بواحد 30% ولا ما يفوق 30% على النفس يعني الحركيه في الاقليم. هذا لا يعني بان هناك خص مجهودات داخل المجلس الجماعي وحنا حنا باستعداد باش نواكبوا هاد الاشكاليه ديال الاكسيدال وخصنا اليوم نخبوا في الترامواي ونخبوا في شي حاجات اللي يمكن تقدر تقدر حتى هنا ان شاء الله غيكون عندنا حفل دولي واللي اليوم كنتظرها وسيدنا عطى انطلاقه ديالها وعطى عطى عطى شرعيته اليوم التوجيهات ديالو باش حنا عندنا نشتغلوا على المونديال 32 ولكن باش ندخلوا المونديال مدينه طنجه اللي تختارت كمدينه اللي غتكون فيها غادي ما يكونش فيها يعني هاد الموبيليتي كتكون هاد الاكسيدال ناقص ان شاء الله كتزيد تعطينا نقاط اساسيه. بالنسبه لا ميدكوب قلنا اول حاجه في بيجينا باش نعمل الشراكه ديالنا قلنا شنو غنبغي نخدم هاد الجهه. فباش تشوف الختام ديال النهار اليوم الاول كانت هناك سبعه اتفاقيات. اول مره لا ميدكوب طنجة كان عنده اتفاقية ديال السبعة ماشي سهلة باش تتوقع مع بعض المؤسسات الدوليين وبعض المؤسسات الحكومية اللي هاد الاتفاقيات بغينا ننزلوهم. فاليوم بغينا نلمسو ديك الاتفاقيات باش نبقاو نشتغلو على ميدكوب موضوع المناخ وحنا غنمشيو لهنا شني نخرجو من هاد المرض. فالحمد لله أول حاجة اتفاقية السبعة كذلك المخرجات اللي عملناهم هو أرضية اليوم لتسميع الصوت ديال المتوسطين داخل لا ميتروب لي مجا ديال لا كوب 28 ان شاء الله غنمشيو بواحد يعني ان دوسي اللي هو دي فوندا اللي غدا ان شاء الله غنمشيو نزلو حتى حنا في كوب 28 نقولوا بان كاين اشكاليه عقليه البحر المتوسط اليوم كاين اشكاليه عقليه كيفاش يمكن ناخذوا هاد الناس نشوفوا الرؤيه المتوسطيه بالنسبه لنا كيفاش يمكن نواكبوا هاد الاشكاليات ديال الشوفمون كليماتيك. بالنسبه قلت انا غير حاجه ديال الجهه هو ديجا تسمع لي كونفونسيون كذلك بالنسبه لنا حنا كنا نشتغل على المشاريع اللي هي مستدامه فدخلنا في برنامج التنميه الجهويه ديالنا واليوم كنزلوا بان الاستدامه كاينه حتى في البرامج اللي كيجيو بعض الشركاء اولا كيجيو بعض المستثمرين كنهضروا على الاستدامه ديما كنهضروا على الاستدامه حنا حريصين باش الاشكاليه ديال الديكربوناسيون والاشكاليه ديال كل ما هو يمس بالمناخ ومتغيرات المناخ